نعم سمع سمع عنده جوج الاجازات وعنده في موريال با لاباس عليه وخلص عليه وخرا في الخارج. السلام عليكم اخوان الاخوات، واسمحوا لي انا غادي نتفق في هذا المقطع هذا مع السي وهبي. غنتفق معاه في نقطه وغنختلف معاه في نقطه، ولكن النقطه اللي الناس مختلفين معاه فيها انا متفق معاه فيها. فبطبيعه الحال بعض المرات تيكونوا الاسئله ديال الصحفيين تيقلبوا على البوز وتيقلبوا على المشاكل وتيحاولوا ما امكن انهم يستفزوا اي مسؤول كيف ما كان. ولكن في هاد النقط بعض النقاط اللي قالهم السي وهبي انا متفق معاه فيهم، لانه قال شي حوايج اللي نقدر نقول لكم بانهم راه كاينين برا، وحنا دابا هنايا في المغرب تنحاول ما امكن اننا نقلدوا برا، لا شوفوا برا ما شوفوا برا، فاش نعطيوكم فاش تعطاو المعطيات ديال برا ما تنقبلوش بهم. بحال مثلا قال لك اودي المحاماه في برا راه تيدخلوا لها الناس ب 19، وحنا عندنا في المغرب مثلا ماشي المحاماه عفوا كليه الحقوق تيدخلوا لها الناس في برا ب 19، وهنايا في المغرب راه شدي الباك ودخل لكليه الحقوق. وبطبيعه الحال كيف تنعرفوا بان راه الكليات في برا راه عندهم تيتخلصوا، هنا راه ما تيتخلصوش. المهم حاول ما امكن انه يبين بانه راه كانوا عليه ضغوطات باش يدير غير 600 ديال منصب شغل، هو دار 2000 منصب شغل في المحاماه. قال لهم اودي راه تقدمات مثلا واحد 20000 واحد اللي تقدمات الامتحان نجحت 2000، واصلا كان اللي نجحت في المعدل راه تقريبا واحد ما كملش 800، ولكن هو قال لهم اودي لا وصلوا ل 2000 وصلوا ل 2000 يعني هبطوا كيف تنقولوا هبطوا المعدل باش يحاولوا يطلعوا 2000. وقال لهم بان راه الماكينه اللي صحات ماشي الانسان، يعني راه بحال كيف تنقولوا داك سيستم كندي. المهم عطاهم معطيات اللي بانت لي انا بانها معقوله، واش نتفاهمنا. وحنا في المغرب تنحاولوا ما امكن اننا لا علاش ينجح ولد الغني وما ينجحش ولد الفقير. خصنا نعرفوا بانهم راه بجوجهم مغاربه، لا ولد الغني ولا ولد الفقير ولا ولد المتوسط، كلشي مغاربه. حنا بغينا ينجح اللي عنده الكفاءه واللي عنده اللي قاري واللي مجد مزيان واللي طاحن السرابس مزيان. بطبيعه الحال حنا ما تنقولوش لا راه ولد فقير يعني حين با فقير خصنا ننجحوه، لا، خاص الانسان يوصل داك اللي كيستحق وداك اللي موجد مزيان وداك اللي يهتم بقرايته مزيان. كاينين الناس بزاف دابا تيبقاو ينتقدوا لا راه نجحوا في المحاماه ولد فلان ولد وهبي، وهبيات بزاف اللي نجحوا. قال لهم ودي راه كاينين تقريبا واحد على الاقل واحد 20 كنيه ديال الوهبي، واش كلهم تيجيو؟ ما تيجيوش كاملين. وحنا دابا خاصه الصحافه بعض المرات تتكثر على راسها، والله تتكثر على راسها، تيحاولوا ما امكن يوضعوا بعض الاسئله استفزازيه عوض ما يوضعوا اسئله اللي كتحاول ما امكن انها تغوص في الحوايج اللي الناس يقلبوا عليهم. ماشي نحاول نقول لي علاش ولدك نجح، فبطبيعه الحال الا قلتي لي علاش ولدك نجح وولدي ما نجحش، بطبيعه الحال انت تتقلب على جوا منجل. كيفاش علاش ولدك نجح؟ علاه ما مغربيش؟ ولد وهبي مثلا ما مغربيش ما خصوش ينجح. في امتى ما متفقش معاه هي انه فاش قال لك اودي انا ولدي خاسر عليه الفلوس. هنا فين انا ما متفقش عليه، ما متفقش معاه. الا خاسر عليه الفلوس ولا شي حاجه ماشي هذا معيار باش انه ينجح، لا، اللي خصو يكون ياخذو كمعيار هو يقول لي اودي انا ولدي دوز بحالو بحال المغاربه كاملين اللي هو تا هو مغربي ونجح. فإلا عندك شي مشكل مع النجاح ديال ولدي جي ندوزو ليك انت ويا امتحان، وتفاهمنا. هنا نقدر نتفق معاه، اما باش يقول لي لا انا ولدي خاسر عليه الفلوس داكشي باش نجح، لا، هادي متفق معاك. هذه زعما ما انايا جو سوي كونتر، انا ما متفقش معاه. غير هو راه الصحافه خاصكم تعرفوا بانها والله العظيم ملا ولات عندنا واحد الصحافه، انا صحفي وتنعرف هاد الامور هادي وتنعرف الاسئله الصحفيه اشنو الهدف منها في الغالبيه ديالها. ولاني دابا اللي كنشوف انا هو انه الصحافه اللي ولات دابا، انا صحفي وكنتقد الصحافه بعض الصحافه ماشي كلشي بطبيعه الحال، بعض الصحافه الصحافه اللي ولات دروك ولات الصحافه دابا تيحاولوا ما امكن انهم يسولوا اسئله ديال انها بغات تخرجك على المنظور ديالك الطبيعي، يعني ما تبقاش تتجاوب وانت يا اليز، تتحاول ما امكن انها تسولك وانت يا منرفز، تتنرفزك عاد تسولك علاش باش ما تجاوبش داك الجواب اللي انت كيف تنقولوا تجاوبوا وانت يا مثلا مرتاح، فغادي تكون مثلا عطيتي الدلائل كما خصها تعطى.
هاد الصحافه ديال دروك تسولك مثلا تقدر تخلي تسولك في الامور الشخصيه كيف دايره. دابا هو عواد ما يخرجوا يسولوه على النسبه وعلاش نجح وكيفاش جاز الامتحان شحال من واحد نجح مثلا وعلاش نجحوا فلان زعما مثلا علاش نجحوا علاش هزوا مثلا على 6 ولا على 6 على 20 ولا على 8 على 20 لا ما مشاوش لهذا الشيء مشاو قال لي علاش ولدك نجح. فبطبيعه الحال راه ديك الساعه مباشره من بعد هذاك السؤال وهبي ما كيبقاش وزير العدل كيولي مدافع على ابنه فخرج من ديك العبايه ديال المسؤول ويرجع مغربي واش فهمتيني فرجع مغربي بطبيعه الحال كيف تنقولوا لا بؤات الدفع على الابن ديالها باش ما واخا يكون ظالم او مظلوم يعني الانسان غادي يدافع على ولده باش ما كان. فسول هذاك السؤال طلع ليه الدم صراحه ويقول لي قال لي انا ولدي خاسر عليه فلوس عنده جوج اجازات مقري في كندا علاش ما ينجحش واش فهمتي. هنا الالم انا بطبيعه الحال بقى فيا وهبي وهذاك الصحفي صراحه خاصو اعاده تكوين لان جاب ولدي الهضره كان عليه يقول لي جاب ولدي الهضره يقول ولدي راه مغربي عندك شي مشكل مع النجاح ديال ولدي يقول لي كان عليه يقول لي ودي ولدي نجح لانه تستحق لانه قرا ودوز امتحان بحالو بحال المغاربه جميعا وراه نجح. المهم يقوليش لا انا ولدي خاسر عليه الفلوس فهمنا لان شحال من واحد غادي يكون خاسر على ولادو الفلوس ولاني ولدو ما كانش يمشي يقرا كان تيسل ولا كان معقلو في بلاصه اخرى ولا كان تيشم ولا الله اعلم. فهذا ماشي معيار انك تخسر على ولادك الفلوس هذا تيمعني على انه خصو ينجح. كاينين الناس اللي تيقول لك ودي راه احتقر الجامعات المغربيه وكذا وكذا وراه يعني نقص منهم وكذا التكوين المغربي نقص منه بزاف وكذا. فاللي خاصنا نعرفوا بانه في لافاك حنا كنحتقروها حنا كشعب كنحتقروا لافاك. اذا تجي تسول شي واحد تقول له اش دار ولدك تقول له ودي ما دار والو دار غير لافاك وبغيتي انت دابا انت مواطن تقول له دار غير لافاك وبغيتي مسؤول يقول لك اولدي انا بغيتي المسؤول يقول لك اولدي لافاك واعره وكذا راه دار لافاك. فهنا ما خاصش تكون واحد الازدواجيه في المعايير وما خاصناش نكونوا مثلا تناخذوا بعين نديروا ديك اللعبه ديال الكيل بمكيالين المسؤول خصو يكبر بلافاك وحنايا نطيحوا بها عفوا زعما صراحه هادشي اللي بان لي انا بان لي بان حنا كمواطنين تنطيحوا من لافاك وبغيتو مسؤول اللي هو في الدوله بغيتو يطلع بلافاك. عاوتاني واحد النقطه اخرى اللي تتبان لي مهمه هي انه الله يجزيكم بخير بالنسبه للصحافه حاولوا ما امكن انه تنقلوا الاسئله ديال المواطنين والانشغالات ديال المواطنين ماشي تحاولوا ما امكن انكم توضعوا اسئله باش انه هذاك اللي قدامكم يخرج على الطوع ديالو واللي يقول شي حاجه اللي نتوما مثلا جعلوها ماده اعلاميه. ولو انه في نفس الوقت راه مره راه الصحافه كيتطلب انها دير اختبارات للمسؤولين. فبطبيعه الحال وهبي راه توضع في اختبار نقدر نقول لك بان وهبي راه توضع في اختبار وسقط فيه هو انه بما انه تخيل انت دابا وزير العدل وتستفز بهذه الطريقه هذه يجب ان لا تستفز ود السي وهبي بجميع الاحوال ما خصكش تستفز يجب ان لا تستفز لان الانسان فاش يكون مسؤول وتيكون في واحد الموقع ديال المسؤوليه ما خصش خاصه انه فقط سؤال هذاك كان ممكن دير فيه هكا وتدور وجهك ما تجاوليش على السؤال ديالو. يعني بالنسبه لك انت كمسؤول خاصك تشد مثلا الاسئله ديال اللي قدامك وتوضعها قدامك وتشوف الاسئله اللي بانت لك بانها عندها مرمى مزيان او الاتجاه مزيان او بغات واحد الجواب اللي هو تينقل الاهتمامات ديال المواطنين جاوب عليه. ولكن الاسئله اللي بانت لك بانها مستفزه وغاديه في واحد الاتجاه اللي باش تخرجك على العباءه ديالك او لا من العباءه ديالك او لا من الجلباب ديالك فبطبيعه الحال ما تجاوبش عليها شوف فيها وقول لها هذا ماشي سؤال هذا هو راه تجاوب وتاز لقات ليه الكلمه عاد قال عاد دار فيها وقال لي هذا سؤال هذا عندك هذا سؤال با يضربو يا ودي هذا السي وهبي وسقطي اخا وهبي في الامتحان والله الا سقطتي شقيتيها. ولكن راه اش نقول لك انا واحد 90% ديال الكلام اللي قلتي راه متفق معك فيه صراحه ولاني شقيتيها فاش قلتي انا ولدي خاسر عليه الفلوس هنا فين شقيتيها صراحه وتحيه السي وهبي وتتعجبني انا العفويه ديالو والله الا تتعجبني انا العفويه ديالو علاش ان الانسان فاش يكون شويه ديك لغات الخشب ما كتعجبنيش انا لغات الخشب ما عنديش معها ولاني ديك العفويه والانسان تيهضر معاك بحال تيهضر مع سميتو شي كي قال لي هذا سؤال هذا سؤال
كان غيضربوا. وتحيه للجميع، وتنتمنى على انه الناس قولوا انتم التعاليق ديالكم، الله يجزيكم بخير، كيفاش بان لكم الخرجه ديال وهبي، وكيفاش بانت لكم الامور ديالها. نخليكم التصريح ديال وهبي، انتم ولا ندوزوا في الاول، ندوزوا في الاول ديال الفيديو. يلا شكرا والسلام عليكم.